ياس بحال الفيديو اللي شفتي دابا في البحر تقول واه خونا بحار وبخير ومزيان. لا اصلا ما خرجتش، ما خرجت لاني البارح كنت بدت خليت الكليماتيزور خدام، والكليماتيزور دار بدا يضرب فيا نيشان، وبغيت الكليماتيزور ضرب فيا الليل كامل وانا عكزان فهمتش نوض نوقف ولا ندور ليه الاتجاه يبقى ياسم نشوف في الجهه الاخرى، وصبحوا حلاق مي ضاريني. وانا جيت عند الطبيب، الطبيب الاولاني دابا صيفطني عند الثاني، والطبيب الاولاني حدا البحر في اطار كما قلنا السوشيال ميديا ما عارفش شنو في طريف القصه. كتصور غير اللحظه الزوينه، كان ممكن نصور لك البحر ولا حوليك وتقول واه خونا راه خلى اليوم دير لي روتين ديالو مشى يتبحر الله يكمل ليه بخير. يالله تبارك الله عليكم، تهلاو لي فراسكم. شحال من واحد كنسولني في الفيديوهات اللي فاتت داك النسخ اللي في الصفه، هذا ماشي الوسخ، هذه واحد التعويذه بوذيه قال لك كتحميك من الارواح الشريره، قال لك مع هذا تكون غادي صايق في الخلاف في الليل في الغابات هنا في الطيرون اللي يقدروا يخرجوا لك يسجنوا يسكنوك تيديروا لك هذه قال لك باش تحميك. فاك راني ساليت من السبيطار بالزربه، عندي 5 دقائق شفت الطبيب صافي شاف ليا عطاني الدواء وجيت باش نخلص. هادشي قبلوا البيتكوين الدراري، هانتوما هادشي قبلوا البيتكوين. السبيطار ديالو مع هادي الريسبسيون، ياس هذا السبيطار ديالهم على برا داير بحال شي قصر زعما والله الا تبارك الله. صافي عطاوني الدواء ديالي هو انا لداخل حتى الحلاقم وخلصتهم بالبيتكوين، ودابا نمشي نهز الطوموبيله وتبكلا. شبعت كنعاود هاد القصة البيتكوين ياك، راه ما كايناش راه خاوية هادي، ما كاين لا بيتكوين لا والو، هذاك راه الباط وتيتشابه مع البيتكوين في اللوغو ديالو، العملة ديال الطالون ديال الباط ماشي البيتكوين، وراه خلصت بالباط ما كايناش شي حاجة سميتها البيتكوين. طلع انا فريمون الا قالو 99% ديال داكشي اللي كيطلع في السوشيال ميديا راه غلط، فريمون غلط، لان فهمتي ممكن تقول اي حاجه، ممكن فهمتي السيتياسيون كانت في الشرق تهضر في الغرب، لان القطا ولا 15 ثانيه ما كافياش باش تقول لنا. ياس الله خديت الدواء اليوم، خدمت من 8 الصباح في البيرو حتى 12 خرجت مشيت عند الطبيب مع درنا حلقي بزاف حيت ما نصبر، خصني نمشي دابا نرجع نجلس في البيرو حتى 9 و 12 الليل، ما وقت ما ساليت خاصني حتى نسالي التو دو ليست ديالي اليوم. 12 خرجت من الدار الوحده ونص كنت عند الطبيب فهمتي، راه جبتها ديال الطريق ساعه ونص ديال الطريق مع كنت السحام، عاوتاني من الطبيب الاولاني لعند الطبيب الثاني، دابا 45 ديال العشيه مشى النهار ضاع، خاصني نمشي نرجع للخدمه. تهلاو ليا فراسكم، ما تاشش خدمات اليوم بغيتي حتى تكون مع دوك اللي كتصدق ليهم فهمتي، على عقد الشكين دوك الناس اللي كتصدق ليهم السكري ديالو هو تمشي، انا نعطيك لاصوص السكري ديالو والخدمه ديال الديره، ما تبقاش تعش لا غدا حتى انت غادي تصدق ليك جوج سيور، لما صدقات ليك ديك الساعه اجي نخلصك انا. اوكي الله تبارك الله عليكم، الله يسهل على كل شيء، وجوج حوايج اللي غادي تطلب في هذه الدنيا هذو زعما اللي يخليهم لك اللهم العقل والصحه، كل شيء غادي تجيبو كل شيء تجيبو، بقى غير جوج هذو العقل والصحه، زعما الله يحفظ تمشي لك الصحه مشكله، يمشي لك العقل مشكله، الجوج عندك بقى عندك تس... عندك الصحه وعندك العقل، ما عندك حتى شي سبه اخرى فهمتي، خاصك تمشي تخدم على حقيقه هادشي يقدر يكون عندك وما تكونش عارف ثمنه، بغيتي تعرف ثمنه تمشي للسبيطار. انا كنكره نمشي للسبيطار، كنكره نمشي عند الطبيب، ولكن راه وصلت لواحد الحاله ما كنقدرش ندوزها هكا، عجيت للسبيطار. اما كنكره نمشي للسبيطار على حقيقه راه الله يحفظ فهمتي، راه تشوف شي حوايج اللي الله يحفظ عندنا شي حوايج ما عندهمش الثمن هما كاملين مكروهوش يخلصوا شي حاجه ان ليميتد باش يترجع لهم صحتهم، ولكن الغالب الله عندك الصحه، عندك العقل سير تبارك الله عليك، سير قبل خدمتك فهمتي، الحياه راه زوينه، مابقاش مركز في الخاوي، ما تبقاش قابل التلفازه، ما تبقاش تقرا الجرائد، ما تبقاش تعمر في البلايص الخاويين، بدل صحابك خليهم صحاب زوينين، الدنيا راه زوينه بزاف، استغل الوقت ديالك.